تلسكوب جيمس ويب، أقوى التلسكوبات اللي صنعها الإنسان في التاريخ، عين الإنسان للكشف عن المجهول والكامن في الفجر الكوني، من المجرات المبكرة المدهشة والمذهلة والغريبة في الكون المبكر لصور أقدم الثقوب السوداء في الكون، بل الثقوب السوداء النشطة فائقة الكتلة. هل يكشف جيمس ويب قريبا وطبقا للملاحظات والأرصاد اللي رصدها العام الماضي 2023؟ هل هيكشف عن ألغاز الشبكة الكونية أو يعيد تشكيل النظريات الموجودة حول تكوين الكون المبكر؟ هل فعلا جيمس ويب بيقول لنا يا بشر يا بني أدمين يا اللي بتقولوا أنكم فاهمين حاجات كتيرة في الكون ومن ضمنها سيناريو تشكل المجرات والنجوم في الكون؟ كل نظرياتكم دي غلط والكون مش كده وبداية الكون حاجة تانية خالص انتوا مش عارفينها. هل فعلا هيعرفنا جيمس ويب حاجات جديدة عن الزمن البعيد ده؟ وهل هيحل أخيرا ألغاز المادة المظلمة الخفية اللي بتشكل ربع الكون؟ وهل هيثبت وجود الطاقة الكونية الخفية المسؤولة عن التوسع الكوني؟ ازاي اثبت جيمس ويب لينا من جديد نظرية التوسع الكوني؟ هل هنشهد في العام الحالي 2024 ظهور تحليل الاطياف للمجرات المبكرة والاجسام الغريبة اللي اكتشفها جيمس ويب في سنة 2023؟ وبتنا قاب قوسين او ادنى من تفجير اكبر ثورات علم الفلك المعاصر. هل عمر الكون فعلا 13.8 مليار سنة ولا هو اكبر من كده بكتير؟ ولا الكون ازلي وملوش بداية زي ما بيروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم علماء كبار؟ هل فعلا احنا بنعيش في كون ملوش تاني ولا جيمس ويب هيزحف بينا ناحية رصد الاثار اللي ممكن تخلينا نقول ان في عوالم تانية عجيبة ممكن نرصد اثارها الغريبة علينا؟ اهلا بكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اغرب الاكتشافات اللي تم رصدها بواسطة تلسكوب جيمس ويب. في حلقة النهاردة بنواصل سلسلة المراجعات بخصوص الانجازات الكبيرة اللي حققها تلسكوب جيمس ويب الفضائي خلال العام الماضي 2023، واللي حققت نقلة نوعية ضخمة جدا في علم الفلك. طبعا بذكرك صديقي العزيز المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة انك تدعمنا، واقل الدعم انك تنزل حالا دلوقتي تضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا كتير. ولو كنت اول مرة شفنا فقناة انفوسفير القناة الاولى عربيا في اخبار علم الفلك والفيزياء الفلكية والافكار والفلسفات اللي بتدور حواليها، وتعالوا نستعرض مع بعض النهاردة اهم 5 اكتشافات كبرى حققها جيمس ويب في علم الفلك بلوى الفيزياء والعلم الحديث برمته في السنة الماضية فقط 2023، وبالاخص في الفجر الكوني وبدايات الكون. مجرات تهدم نظريات. من اكبر اكتشافات جيمس ويب على الاطلاق مجرات نشأت في الكون المبكر في وقت قصير جدا، ثقيلة جدا ومدهشة ومحيرة للعلماء، أثارت ضجة كبيرة جدا وكمان لغط كبير بالمناسبة. في فبراير 2023 أعلن العلماء عن اكتشاف مجرات ضخمة في بنية شبيهة بمجرتنا مجرة درب التبانة، وعلى بعد 500 إلى 700 سنة فقط بعد لحظة الانفجار العظيم. النظريات أو الفرضيات الجديدة اللي بيقذفها في وشنا تلسكوب جيمس ويب من خلال رصده وأرصاده دي للمجرات البعيدة والنجوم الضخمة الحمراء الناضجة واللي بتعد أقدم النجوم في الكون، هتخلق مشاكل كبيرة جدا للعلم في الوقت الحالي، وبخاصة في الصورة الكاملة والنظريات اللي وضعها العلماء طوال السنين اللي فاتت حوالين تشكل المجرات في الكون المبكر، على حد قول طبعا جويل ليجا المؤلف المشارك في المشروع البحثي الخاص بالمجرات في الكون المبكر. والأغرب اللي تم اكتشافه في المجرات دي هي كمية تكوين النجوم اللي عددها ممكن يقارب تقريبا عدد النجوم في مجرتنا درب التبانة، لكن معدل تكوين النجوم هناك أكبر وأسرع بكتير من اللي بيحصل هنا في مجرة درب التبانة. لكن بعد أشهر من الاكتشاف ومن خلال مجموعة من عمليات المحاكاة صدرت دراسات جديدة لعلماء برضو معتبرين بيقولوا إن المجرات البعيدة دي ممكن ما يكونش فيها عدد كبير من النجوم، وممكن تكون مجرات متوهجة بشكل غير عادي، وإن سبب إننا شايفينها كبيرة جدا هو شدة سطوعها اللي ممكن يفسر بشكل تاني غير إنها مجرات كبيرة، وإن ممكن يكون هناك في المجرات البعيدة دي رشقات نارية كبيرة جدا بسبب التشكل الكثيف للنجوم في الفترة دي والحيز الأضيق للكون في الزمن ده، وإن لازم يتم أكتر من عملية رصد وساعات تعريض طويلة جدا علشان نقدر نصطاد أكبر كمية من الضوء بتبعت لينا بيانات ومعلومات في غاية الأهمية عن المجرات
اللي بتدمر نظرياتنا الحالية عن تشكل الأجسام الكبيرة منها في الفجر الكوني. وفي نفس الموضوع رصد تلسكوب جيمس ويب في صيف 2022 مجرة مايسي اللي اتسمت على اسم بنت عالم فلك شهير مكتشف هذه المجرة، وكانت من أقدم المجرات اللي تم اكتشافها بعد 390 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، بالإضافة لمجرة تانية برضو مدهشة في اكتشافها اللي كان وسط سحابة عملاقة من الغبار واللي ظهرت بعد 900 مليون سنة من الانفجار العظيم، المجرة اللي اسمها هيظهر قدامك دلوقتي. واللي بيعتقد العلماء ان مجموعة كاملة من المجرات القديمة والمبكرة مستخبية في المنطقة دي، زي ما صرح جيد ماكيني عالم الفلك المشارك بدراسات في الموضوع دوت. والشيء الاخير اللي هنناقشه قبل ما ننتقل لنقطة تانية وباختصار شديد هو الكشف المذهل لجيمس ويب عن الغبار في مجرة على بعد مليار سنة من لحظة الانفجار العظيم، بتمتلك بصمة كيميائية غريبة على الفجر الكوني. الغبار اللي بيحتوي على الكربون في الكون منتشر وبكثافة، لكن جه في وقت متأخر بعد العناصر الأولية المهمة في الكون زي الهيدروجين والهيليوم. لكن إننا نكتشف الكربون في غبار مجرة بعد مليار سنة بس من لحظة الانفجار العظيم كان أيضا حدث مذهل هنتكلم عنه إن شاء الله في حلقات قريبة. مفاجأة الثقوب السوداء في الفجر الكوني. رصد تلسكوب جيمس ويب في العام الماضي 2023 الكويزار اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي، ومن خلال البحث عنه في ضوء مجرتين في الزمن المبكر في الكون، واللي بيعتقد العلماء انه احد اول الثقوب السوداء الهائلة اللي ظهرت في الزمن وقت ما كان عمر الكون مليار سنة بس. طبعا حضرتك عارف ان عمر الكون المقدر حاليا ب 13.8 مليار سنة، وده زمن مبكر جدا لاكتشاف الثقوب السوداء فائقة الكتلة. ازاي نشأت الثقوب السوداء الكبيرة دي؟ ومنين جابت كتلتها الضخمة اللي ممكن تعادل مليارات المرات كتلة شمسنا الحنون؟ وفي يوليو اللي فات كشف تلسكوب جيمس ويب أبعد ثقب أسود مكتشف على الإطلاق في المسح الضخم لآلاف المجرات في الزمن المبكر في الكون. ثقب أسود نشط في مجرة بيعتقد إنها نشأت بعد 57 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم. لكن اللي فاجئ العلماء الكتلة المنخفضة جدا للثقب الأسود اللي كتلته تقريبا 9 مليون كتلة شمسية بس. وكنا اتكلمنا في الموضوع دوت في حلقة منفصلة هتظهر قدامك في الاي اللي فوق، وممكن تلاقيها كمان في صندوق الوصف. وبعدها بأسابيع قليلة كسر جيمس ويب الرقم القياسي لأقدم ثقب أسود بعد اكتشافه لثقب أسود ضخم بعد 440 مليون سنة من الانفجار العظيم. طبعا جيمس ويب في أول السنة اللي فاتت كان اكتشف برضو ثقوب سوداء فائقة الكتلة، كتلتها قد كتلة الشمس مليارات المرات وعلى بعد 800 مليون سنة من الانفجار العظيم. الشيء المحير فعلا لو فكرنا شوية، ازاي الثقوب السوداء الكبيرة دي نشأت في الكون المبكر؟ ازاي بيحصل انهيار سريع للمادة والطاقة لسحب الغاز العملاقة؟ ولا ممكن نقول عن الثقوب السوداء دي انها نشأت من ثقوب بدائية اتجمعت وكونت لينا الثقوب السوداء الفائقة دي؟ كلها الغاز جديدة بتستلزم من العلماء البحث فيها، وطالما معانا تلسكوب جيمس ويب يبقى اكيد هنلاقي اجابات ولو بسيطة للمواضيع دي. الا بيخلق جيمس ويب في ارصاده الجديدة الغاز جديدة تحيرنا. جيمس ويب واثبات جديد للتوسع الكوني. بغض النظر عن الأزمات والألغاز الجديدة اللي طرحها تلسكوب جيمس ويب، وخصوصا في موضوع المجرات المبكرة في الكون المبكر، لكن برضو أثارت اكتشافات جيمس ويب مشاكل قديمة وألغاز لسه ما تمش حلها، وبتشكل عقبة وتوتر شديد للعلماء. واللي نقصده بالتحديد هو فيما يعرف بتوتر هابل. طبعا النظرية الأقوى في وصف تشكل الكون هو نظرية الانفجار العظيم، وبنتها الجديدة نظرية التضخم الكوني، واللي هنتكلم عنها إن شاء الله في حلقة قريب جدا إن شاء الله. الكون بيتوسع لكن سرعته بتختلف في التوسع. خلال السنين اللي فاتت قاس العلماء التوسع الكوني بأدوات مختلفة، كان أهمها القياس اللي عمله القمر الصناعي الأوروبي بلانك، واللي وصل إلى أن الكون بيتوسع بمعدل 67 كيلومتر في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي. والفرسخ الفلكي ده لو انت حضرتك مش عارفه هي وحدة مسافة فلكية مختصة بالمسافات الكونية الكبيرة، واللي اقترحها الفلك البريطاني هيربرت هيل تيرنر في سنة 1913، وبتساوي 3.25% سنة ضوئية، يعني 3 سنين وربع سنة ضوئية، تقريبا 31 تريليون كيلومتر. تلسكوب هابل عمل قياس تاني مخالف لنتائج القمر الصناعي بلانك، ووجد ان الكون بيتوسع بمعدل 37 كيلومتر في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي. الرقمين متغيرين وفي عدم دقة في موضوع معدل التوسع الكوني. علماء الكونيات اعتقدوا ان عدم اليقين ده واختلاف الارقام بين بلانك وهابل بيرجع الى عدم قدرة هابل على التمييز بين النجوم النابضة القيفوية سيفيتس ستار، وكمان المستعرات العظمى الضخمة من الفئة LA. النجوم القيفوية هي نوع من النجوم بيستخدمها العلماء كمقاييس كونية كبيرة بنقدر من خلالها نقيس المسافات بين النجوم دي وبعضها، ومن خلال عمليات حسابية معينة
بنقدر نحدد معدل التسارع الكوني. جه بقى عمهم جيمس ويب واكد معدل توسع كوني مقارب جدا للي رصده تلسكوب هابل، تقريبا 74 كيلومتر لكل ثانيه لكل ميجا بيرسك، ودي قيمه اعلى شويه بسيطه من هابل لكنها قريبه جدا من اللي حدده تلسكوب هابل. السنه اللي فاتت 2023 جيمس ويب رصد نوع من النجوم الكيفويه ديت اللي اتكلمنا عنها من شويه، وهي بالمناسبه نجوم ضخمه جدا وساطعه جدا اكتر من سطوع شمسنا ب 100,000 مره، وهي الشموع الكونية الأدق في قياس المسافات الكونية الكبيرة. الفلك الشهير آدم ريس الحائز على جائزة نوبل بيقول إنه مش من المهم معرفة قيمة ثابت هابل قد إننا نفهم الأول بشكل أدق ليه تلسكوباتنا العملاقة والقوية مش بتتفق مع بعضها في القياسات الكبيرة للكون، وده لغز كبير بيحاول العلماء الفترة اللي جاية إنهم يلاقوا له حل. وإن شاء الله هنناقش هنا إن شاء الله في سنة 2024 اللي إحنا فيها هنا في القناة موضوع التوسع الكوني بحلقة كبيرة ومهمة هنتناول فيها كل المستجدات الخاصة بها. عشان كده صديق العزيز تابع معايا الفترة اللي جاية كده وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول. خيوط كونية عملاقة. النجوم والمجرات مش منتشرة بشكل متساوي في الكون لكنها متصلة ببعضها من خلال شبكة واسعة من الممرات الكونية العملاقة، وكأنها خيوط لبيت عنكبوت ضخم ممدودة بسحب الغاز من الهيدروجين والهيليوم والمادة المظلمة. والأغرب في المشهد البديع ده والفراغ الكبير بين الجزر الكونية ديت اللي بتشكلها آلاف المجرات. في ورقتين في دراسة اتنشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters في 29 يوليو 2023 قدم العلماء دليل على رصد طريق كوني ضخم ممتد حتى الفجر الكوني، وباستخدام بيانات تلسكوب جيمس ويب رصد العلماء خيط كوني عملاق من الغاز بتتكون من 10 مجرات قاعدة جنب بعضها بتمتد على مدى 3 ملايين سنين ضوئية. بيمثل الخيط العملاق ده أقدم شبكة كونية تم رصدها على الإطلاق، خيط طويل جدا ورفيع جدا بالمقاييس الكونية الكبيرة، خيوط كونية قديمة جدا نشأت بعد 830 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، جسم سماوي شديد السطوع مع وجود ثقب أسود هائل في مركزه معروف عند العلماء باسم الكويزار. الثقب الأسود النشط اللامع ده هو السبب في الكشف عن الخيط الكوني القديم البديع. الثقب الأسود شديد السطوع بيحتوي على كويزار بيعتقد العلماء أنه واحد من ضمن أقدم 25 كويزار في الكون المبكر، وبيعتقد الفريق البحثي المشارك في الدراسة أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة دي كأنها دوامات مائية في محيط بتشد ليها المادة في المنطقة من أي اتجاه. بير كبير من الثقوب السوداء اللي بفعل الجاذبية المفرطة شكلت الخيوط دي في الكون المبكر، بتحافظ الجاذبية على ربط الخيوط دي من النجوم والغبار حتى لما تسحبها الرياح الكونية في سكتها. وبيعتقد الباحثين انه في النهاية هيتجمع الخيط ده في مجموعة من المجرات تمام زي مجموعة كوما المجرية اللي اتكلمنا عليها في حلقة نهر النجوم العظيم، واللي بتقع على بعد حوالي 330 مليون سنة ضوئية من كوكب الأرض، أبعد جسم تم رصده بعدسة الجاذبية. في 14 سبتمبر اللي فات 2023 كشفت دراسة جديدة اتنشرت في مجلة نيتشر أسترونومي، كشفت الدراسة عن أبعد جسم على الإطلاق تم اكتشافه بعدسة جاذبية. حلقة أينشتاين أو عدسة الجاذبية اللي اتكلمنا عليها كتير في حلقات قبل كده هي نوع نادر من الأجسام الفلكية اللي تنبأت بيها نظرية النسبية للعبقري بحق أينشتاين، واللي بتحصل لما بيكون في جسم فلكي ضخم في المقدمة زي المجرات الثقيلة اللي بتحني نسيج الزمكان من فرض شدة جاذبيتها، وبالتالي ده بيعمل انحناء للضوء اللي جاي من الأجسام الأبعد. يعني المجرة دي بتعمل زي وكأنها عدسة بتقرب الأجسام البعيدة عننا بسبب انحناء الضوء البعيد. العدسة دي بتعمل تضخيم للضوء اللي جاي وبيمر من خلال العدسة الكونية العجيبة دي، وبالتالي بيقدر العلماء انهم يرصدوا من خلال تلسكوباتهم القوية ديت المجرات البعيدة اللي ضوءها خافت، وبالتالي يقدروا يرصدوها بأضعاف المرات لو رصدوها مباشرة. طبعا عدسات الجاذبية ليها أنواع كتيرة لكن النوع الأقوى هي حلقة أينشتاين اللي بتشكل دايرة كاملة زي ما حضرتك شايف في الصورة حوالين الجسم الفلكي الأقرب لينا، وده بيحصل لما بيكون الجسم البعيد والجسم الأمامي والراصد اللي هو التلسكوب في محاذاة تامة. يعني الثلاث أجسام الجسم البعيد والجسم اللي في النص اللي هو العدسة والتلسكوب الأرضي كلهم على خط واحد، وده بيشكل ويكون عدسة جاذبية بنطلق عليها حلقة أينشتاين. الحلقة الجديدة المكتشفة جوست ER1 من خلال مسح بيعمله تلسكوب جيمس ويب اسمه كوزموس ويب، واللي رصد خريطة تفصيلية لأكثر من 500,000 مجرة في رصد استمر 200 ساعة للمنطقة الضخمة دي. بتتكون الحلقة من جزئين، الأول المجرة اللي بتعمل كعدسة وأطلق عليها العلماء اسم جوست ER1G
على بعد 17 مليار سنة ضوئية، لكن بتبعد جوست ER1R المجرة البعيدة المرصودة مسافة 4 مليار سنة ضوئية من الحلقة، يعني بالحسابات كده بتبعد عن الأرض مسافة 21 مليار سنة ضوئية، وده أكبر من عمر الكون المقدر ب 13.8 مليار سنة. طب هي بعيدة كده إزاي وضوءها بيوصل لينا عبر 21 مليار سنة؟ كنا اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في حلقة مجرات أكبر من عمر الكون. وباختصار عشان نفهم، الكون بيتوسع والضوء اللي جاي من المجرات دي اللي على بعد 21 مليار سنة بينتقل لمسافة أبعد بكتير علشان يوصل لتلسكوباتنا. ممكن تشوف الشرح التفصيلي هناك لو حابب تفهم أكتر عن الجزئية دي. كتلة المجرة العدسية اللي في النص اكتشفها الباحثين من خلال رؤية مدى تشوه الزمكان حوالين نفسه، وكشفوا ان المجرة ليها كتلة تعادل حوالي 650 مليار شمس، وده بيخليها كثيفة بشكل غير عادي بالنسبة لحجمها. وممكن نفسر الكتلة الإضافية الكبيرة دي بتأثيرات المادة المظلمة. خاتمة في 2024 منتظرين أخبار مثيرة ومدهشة من جيمس ويب، وبالأخص تحليل الأطياف للمجرات البعيدة اللي اتكلمنا عليها. والتحليل ده لأطياف الضوء الصادر من بعيد ممكن يحل لينا ألغاز الأجسام الغريبة اللي رصدها جيمس ويب خلال السنتين اللي فاتت. في خطة جيمس ويب 2024 ساعات إضافية كبيرة للرصد في المناطق المحيرة علشان يخترق جيمس ويب سحب الغاز والغبار اللي بتخبي عننا المجهول اللي بيحاول الإنسان أنه يوصله ويكشف أكبر الحقائق عن الكون اللي بنعيش فيه. وهل هنقدر خلال الفترة اللي جاية أننا نفهم مكونات المادة المظلمة ونفهم آليات عمل الطاقة الكونية الغريبة اللي بيطلق عليها العلماء اسم الطاقة المظلمة، واللي بيعتقد العلماء أنها هي المسؤولة عن موضوع التوسع الكوني؟ كل دي حاجات هنتكلم فيها في حلقتنا اللي جاية، لكن حابب أذكرك في النهاية إن كنت حابب تتابع الموضوعات ديت إنك تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو كان المجهود اللي بنعمله في نقل العلم للمحتوى العربي حضرتك مقدره، ياريت تدعمنا باللايك الجميل اللي بيخلينا نواصل. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.